السلام عليكم كداري، لاباس عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم الروز بفواكه البحر. هنايا فواكه البحر غادي نقدمها لكم بواحد الصلصه ديال الطماطم، كتجي لذيذه وما كتاخذش وقت بزاف، يعني غليوه في دقائق. هنايا كنحتاجو صلصه الطماطم، زيت زيتون، زيت العود، القزبر والمعدنوس، ثومه، فلفله حمراء، الملح، البزار، وشويه ديال الكمون. وهنايا عندي فواكه البحر، هنا عندي مكونجليا، انتم تقدروا ديروها فريشك، تبارك الله المغرب عندنا موجود فيه الحوت. ايوا هنايا كنحتاج زيت جميله، درت فيها شويه ديال زيت العود، غندير كل شيء انايا. هنايا غندير الثومه، القزبر والمعدنوس، غادي ندير الملح، البزار، الكمون، وندير كاع التوابل هنايا، ونزيد صلصه ديال الطماطم ومع شويه ديال الماء، ونخليكم تشوفوا الطريقه. دابا درت تقريبا كاس، درت كاس ونص ديال الماء، ومن بعد غادي نلوح فواكه البحر من الفوق. وانتم الى عندكم الحوت فخي فريشك، تقدروا تقلوه شويه عاد ديروا الماء، ديو جيبوه مزيان في التقليه، حتى هذا الشيء بزربه كيطيب. انا ما قليتوش، تقدروا تقلوه نتوما بلا بغيتو. ومن بعد غادي نخليه يطيب، نقص عليه البوطو ونخليه يطيب، كيطيب في دقائق دقائق، ما كياخذش الوقت بزاف. انا هنا استعملت مع الروز، سلقت هنايا الروز، وهنايا عندي لاصوص ديالي، هي هذه راه كطيب صافي، ونخليه يطيب. ما غاديش ياخذنا بزاف ديال الوقت، انا خدا لي تقريبا شي 25 دقيقه هكاك. وهاوي الشكل النهائي ديالو كي كيجي، صراحه كيجي على مزوينات، ونتمناكم تجربوه. ولا اول مره زرتوا القناه ديالي، شاركوا معايا في القناه باش نظهركم كل ما هو جديد، ونقول لكم بالصحه والراحه في الفيديو القادم ان شاء الله.